حديثنا الآن حول كيفية تهيئ أجواء منزلية مناسبة للدراسة خلال فترة الامتحانات النهائية تحديدا. الحديث سيكون مع الباحثة الاجتماعية الأستاذة غصون حسون. أهلا وسهلا فيك أستاذة غصون. أهلا فيك. الله يسعدك. يعني بداية كثير من العائلات بتحكي الشاطر شاطر بدرس وين مكان، لكن من ناحية أخرى حدثينا عن أهمية أن نهيئ أصلا أجواء للدراسة خصوصا في فترة الامتحانات في المنزل. صحيح، نحن غالبا منشوف ببداية الامتحانات أو ما قبل الامتحانات دائما الأهل بيرددوا على أولادهم وبأنه الامتحانات على الباب، هلأ وقت اللعب، هلأ وقت كده، فبيشعر الطفل هون أنه صار في جو من التوتر، يعني توتر الأهل بينتقل مباشرة للطفل. فموضوع الامتحانات وكأنه شبح الآن، يعني نشعر أنه دائما الأسر لما بتقرب وقت الامتحانات بيصير في شبح داخل على البيت أنه الآن امتحانات، نحن قربنا، فلازم يكون كتير الجو مختلف عن الأيام العادية، منوقف كتير نشاطات، منوقف كتير أمور ترفيهية. لا، هذا الأمر يعني نحن بدنا ناخده بحد وسط، لأنه هذا الأمر يعني لا إفراط ولا تفريط. يعني بعض الأمهات، أنا أذكر أنه طبيب من الأطباء عم يحكي عن تجربته، فكان عم يشجع الطلاب على الدراسة وتحقيق طموحاتهم، فوقتها قال لي، التفت للأمهات كنا نحن حاضرين، فكان يقول أنه هو معاناته أثناء الدراسة أنه دائما كانت والدته، بتعرفي أنت الامتحانات دائما تتزامن مع فترة انتقال من الشتاء إلى الصيف، هاي الفترة بيكون فيها تعزيل، ترتيب البيت وكذا، فيقول دائما أنا كان مشكلتي أنه أمي تقوم بدها تنظف وتعزل وتجهز على الصيف، وهو عنده أجواء دراسية. والعكس تماما ايضا، يعني موضوع انه انا اعطي الموضوع كثير شد واعطي نوع من التوتر والكلمات السلبيه، وانه انت اصلا ضيعت كل السنه وهلا لازم تشد، لا نفكر نحن انه الطفل لما نشوفه نحن عم يلعب او ملتهي، او حتى احنا يعني عم ناخذ عده مراحل الان بحديثنا بشكل عام. نعم. يعني البعض قد يكون مستقبله مرتبط على هذا الامتحان. صحيح. فنحن لو شفنا انه هو مشغول لا نظن انه هو غير مبالي، لكن هو طريقة تعبيره تختلف، قد يكون هروب من الدراسة. نعم. هروب من المواجهة، فنحن منساعد الأبناء على تخطي هاي الامتحانات بنفسية متوازنة نوعا ما. لا هو متوتر، لأنه نحن بنعرف التوتر أصلاً أثناء الامتحان، ونحن نفسنا بيأثر سلباً، بندخل أحياناً على الامتحان ونكون حافظين المعلومات تماماً بسبب التوتر، ممكن تغيب عن بالك معلومة، وممكن أحياناً كمان هون يعني في نقطة كتير الأهل لازم يحطوها ببالهم، نحن منعود أولادنا يأخذوا بالأسباب، لكن أحياناً النتيجة قد تكون أكثر أقل. هذا أمر بيتعلق أحياناً بقدرات الطفل. نعم. نعطي أكثر من قدراته، نحتويه في حال هو نسي معلومة معينة، أو أنا ما ذكرتك، فوراً الأم بتقول له طب ما نحن نفس الشيء، بندخل أحياناً على الامتحان ومعلومة كتير بنعرفها وكذا غابت، يعني بتروح أحيانا. نعم. يعني بسبب جو الامتحان. جميل. فهذا يعني اللي لازم بشكل عام نحن نحافظ على جو مناسب لهذا لدخول الامتحانات وفترة الامتحانات. نعم. طيب أستاذ غصون، ذكرتي عن أهمية الكلمة الطيبة فعليا، والاجتناب اجتناب الكلمة السلبية أو أي كلمة يمكن أن تثبط من هذا، من عزيمة الطفل أو الشاب يعني أثناء الدراسة. طيب دعينا نتحدث الآن عن وسائل يعني نستطيع من خلالها أن نهيئ الجو العام في المنزل للدراسة. بالبداية مثل ما قلنا، مثلا ممكن الجو الهادي نوعا ما يكون بعيد عن المشاكل، عن السلبيات. يعني المشاكل العائلية كتير بتأثر، بتشتت تفكير الطفل، لما تدخل مشكلة على العائلة فهو بيترك الدراسة وبينشغل باله فيها، خاصة إذا كانت خلافات بين الأم والأب. الجو المشحون دائما بالتوتر والعصبية كمان هذا بيأثر سلبا عليه، فنحن نحاول يكون الأجواء هادية نوعا ما، حتى إذا في أخبار سيئة أو أخبار يعني نبتعد عنها الآن، لأنه هو أصلاً بوقت بيكون يعني نفسيته متقبلة تتجرب أي شيء يعني ممكن يأثر عليه. أيضا موضوع الهدوء والإنارة، وبعدين مساعدته، يعني نحن ممكن نحن ناخذ بإيده لحتى نساعده أنه يضع خطة، هي الخطة أنه كيف هو لازم يمشي عليها. كتير مهم نحن المعلومات اللي بنعطيها، طريقة كلامنا معه، يعني
يعني مثلا من الامور السلبيه انا بدل ما اقارنه بشوف فلان دائما عم يدرس، شوف ابن خالتك، شوف ابن عمتك، شوف رفيقك فلان دائما عم يدرس دائما كذا، انت عم بتضيع. المقارنه تدمير، يعني المقارنه تدمير. انا بدي اتقبله مثل ما هو، بالعكس انا ساندو، انت بحاجه لخطه، انت بحاجه لمعلومات مثلا ممكن انا اقدر ساعدك فيها او انا اشوف حدا انه يساعدك فيها. فهذا الجو كثير بيلعب دور، يعني نوعا ما الشكل الظاهر حتى في بعض العائلات، يعني ممكن يعني نخفف من الزيارات العائليه الغير مناسبه، لانه بالطبيعه الطفل لما بشوف في عنده ضيوف اكيد ما راح يترك ويقعد يعني يدرس. لكن ننتبه كثير موضوع السلبيه بالكلام. انت ضيعت كل السنه وهلا جايه تدرس، هلا طب خلص مش الحال، يعني فات الاوان. لا احنا خلينا الان بوقتنا الحاضر، ما هي الامور التي انا ممكن اني استدركها؟ ترى في اطفال بشدوا حيلهم او حتى يعني شباب بشدوا حيلهم فتره الامتحانات وبيجيبوا علامات، يعني ما في مشكله في الموضوع. صحيح، طريقه التحفيز كثير مهمه استاذه اسراء. بعض يعني اللي حكوا عن تجاربهم، كان طبيب وحكى عن تجربته، قال انه هو فتره الامتحانات كان ابوه دائما يحاول انه يعطيه تحفيز، لكن كان تحفيز غير عادي بانه اخذه مره على معرض سيارات وقال له اختار السيارة اللي انت بدك اياها، يعني يعني اختار اي انت شو بتحب كذا، فاختار نوع من انواع السيارات. فقال له شايف هي السيارة، انت اذا درست وتخرجت مثلا بمعدل كذا كذا واشتغلت، وهي بعد فترة من السنوات يعني يكون بإمكانك أنك تشتري هذه السيارة. فهذا التحفيز كان له أثر كتير كبير، هو تحفيز غير عادي غير تقليدي، وعطاه شعور بأنه هو شاف الهدف أمامه. الآن يعني نحن صح الأرزاق هي يعني قد مو دائما يعني مو مرتبطة فقط بالدراسة، لكن هو سبب من الأسباب. يعني إذا أنا ماشي بهذا الهدف فأنا لازم أخذ بالأسباب بكل يعني ما عندي من طاقة. فهو عطاه تحفيز بشكل يعني لما هو يشوف أمامه هذا الهدف اللي هو حاطه بباله. حتى موضوع أحيانا مثلا الطفل هو حابب يكون طبيب أو مهندس أو أي هو مهنة حابب ياخذها، كتير حلو أنك تعلقي له صورة أو مقولة أو صورة مثلا الدكتور الفلاني أمام جميل. أمام ناظره وهو عم يدرس، حتى كل ما شعر أنه أنا فترة همتي ما عاد عندي هيك يرجع يقرأ مثلا الدكتور أحمد، عيادة الدكتور أحمد، عيادة. فهذا الشيء بيعطيه حافز كثير قوي أنه هو يمشي فيه. نعم. طيب أنا حب شوي أحكي عن موضوع التلفزيون، لأنه كثير من العائلات ما بتنتبه لهذا الموضوع. ممكن يكون الطفل في موجود بغرفته لكن التلفاز مشغل بغرفة أخرى. التأثير السلبي على نفسية الطفل يعني ودوره في تشتيت الطفل، أي صوت خارجي، يعني أنت لما بتكوني نحن في عنا تركيز وعنا ذاكرة، يعني الطفل نعم. إما بيكون هو مشتت تركيزه أو هو من النوع اللي بينسى. فأنا إذا أعطيت أي ضجيج خارجي تلفاز أو ضجيج الأطفال هذا رح يعيق التركيز. يعني نحن بشكل عام لما أنا بكون عم بسمع أكثر من صوت المخ يعني بيركز على أكثر من شيء، فأنا لازم حدد. يعني الجو الهادي مثل ما قلنا كتير له تأثير. بنفس الوقت أنه موضوع كمان أنه التشتيت بملهيات بشيء، يعني حتى ولو كان يعني بعض الأهل مثلا بيخرجوا هنا رحلات وبيترك الطفل عم يدرس مثلا حتى لو كان شاب، يعني إلى حد ما يعني طب يعني هو إذا كان بيحب عم يعمل شيء هو بيحبه، لا نحن ليه ما منأجل إنه يلا بتجتاز امتحاناتك بنخرج سوا. نعم. أو في مناسبة مثلا، أحيانا البنات كتير يكون في مناسبات، يعني ممكن هي يكون بالنسبة لها شيء يعني فيه تغيير جو، فيه شيء من يعني بتخفف الضغط عليها. فنحن عم نمارس أمور هو بيحبها وهو قاعد عم يدرس عم يشعر بالحرمان، فنحن قدر الامكان نحاول نشاركه هذا الشيء. اذا كان بامكاننا انه نحن ناجل فنحن ناجل ونخليه حافز له، يعني احنا نخلص الامتحانات ونروح سوا او نحن حنعمل كذا. انا كثير مثلا البنات بيحكوا لي انه اهلهم سافروا وكذا، هي شعرت انه هي بسجن او هي لانه فتره امتحان. لا نحن لازم نكون عون لهم نحتويهم، الافضل نكون معهم، حتى وجود الاهل بالبيت وجود الام كثير سند.
موضوع متابعته وعم بيدرس ممكن الطفل أو حتى الشاب يعني بشكل عام موضوع الغذاء يعني تغذيته المشروبات اللي رح يشربها يعني لو كان هو بيتناول جميل. قهوة مثلا أو أكلات غير صحية نحن نحاول أنه نساعده يأكل أكل صحي خروجه للامتحان يحفز الذاكرة صحيح يعني حتى موضوع مثلا الخروج من المنزل أن حتى الأطفال الصغار فترة الابتدائي أو إعدادي يعني الأم كتير لازم تكون حريصة أنه الطفل ما يطلع من المنزل هو ما أكل شيء نهائيا يعني أقل ما يكون تمرة كاسة حليب في معه صندويش مثلا ممكن يأكلها هنيك لأنه موضوع الأكل كتير بيلعب دور بتركيزه وطاقته هو بحاجة لهي الطاقة وخاصة الأطفال يعني والشباب هن بحاجة لهذا الأمر فموضوع حتى مثلا كاسة زهورات كل شوي الأم تعطيه شيء محفز وبنفس الوقت يعني بيعطيه جو وهو قاعد عم بيدرس يعني بيعطيه جو جميل وانا قاعد عم بدرس وبشرب شيء ساخن او شيء انا بحبه يعني جميل. بالنسبه للاطفال الحركيين اللي صعب انهم يثبتوا يعني في غرفه واحده او على مقعد واحد للدراسه هل من سبيل مثلا انه احنا نتعامل مع هؤلاء الاطفال او نهيئ لهم يعني شيء بيناسب شخصيتهم لحتى يكون في جدوى اكثر من الدراسه؟ نحن مشكلتنا دائما بالدراسه التقليديه يعني اقعد انت لازم تقعد بالمقعد تنتبه للمعلمة أو إذا الأم عم تدرس ابنها فأنت لازم تكون قاعد وما تتحرك. نحن لازم نعرف كل عمر ما هي القدرة على التركيز يعني مثلا في بعمر محدد أكثر من نصف ساعة ممكن هو خلص يمل يتعب فأنا لازم أعمل أول شيء استراحة بين الوقت والثاني حتى الكبار ما أخذ أنا وقت طويل بالدراسة يعني ممكن يقعد ساعتين وثلاثة لا أنا لازم أعمل فواصل ونرجع فاصل ونواصل فاصل ونواصل. الطفل الصغير هو ما ممكن يقعد هيك يعني هو بطبيعته بيحرك بيوقف بيقعد كذا فأنا أتقبل هذا الشيء يعني أتقبل أنه هو حتى عم يحرك فاني انا اعطيه المعلومه وهو عم يلعب وهو عم ياكل وهو عم يعمل اي يعني نشاطاته ما اطلب منه انه انت تبقى قاعد هيك. وبعدين في يعني كل عمر انا ممكن اعرف هل حركه ابني طبيعيه مناسبه في بكل عمر يعني مثلا احيانا ممكن تقولي انت مثلا عمر 6 سنوات ممكن يركز معك دقيقه دقيقتين 3 دقائق فهذا طبيعي. لاحظتي انه في شيء مختلف ممكن انت تسالي اخصائي لكن المعلومه المهمه انه الاطفال الصغار خاصه يعني ببدايه مرحله الروضه الابتدائي هو ما ممكن وخاصه للصبيان يعني ما ممكن يقعد هيك ويسمع لك فانت بالطبيعي حتلاقيه شوي بيحرب بيقيم رجله ماما بدي اشرب ماما بدي اكل ماما بدي الافضل تعطيه هي المعلومات وهو عم يحرك. احيانا ممكن يكون عم يلعب معك طيب يلا بنلعب ونحن بنحكي مثلا نحفظ كذا او هيك بعدين حنحاول نكتبه حنقعد دقيقتين فهي الاوقات المتقطعه والاوقات بتعطيه جو انه انا ماني محبوس بصير حتى بتشجعوا على حب الدراسه بمعنى انه انا فيني ما بيشعر انه الدراسه هي شيء بصير بيكرهها انه انا هذا فتره حبس وانا بس لا بالعكس مع الالعاب مع العابه مع قصه مع كذا واقدر اوصل يمكن مرات يعني الذهاب للدراسه في الحديقه مثلا او في مكان واسع هل بتنصحي في هذا الموضوع؟ اكيد يعني نحن انا بذكر بالمدرسه كان احيانا بعض المعلمات يختاروا انه اليوم الدرس تبعنا حيكون بالساحه حنطلع ونكون بساحة كان له تأثير كتير إيجابي صحيح. يعني تغيير وكان يعني بتشعري إنه نوع من التغيير المعلومة دائما تاخديها بشكل روتيني دائما مملة شعر الطفل إنه الدراسة مملة متعبة لذلك هن بيهربوا من الدراسة أما لما بتكون هي الوسائل متنوعة كل ما كانت متنوعة أكثر كل ما ومناسبة لعمر الطفل كل ما كانت الدراسة هي متعة وليست شيء يعني فيه مشقة على الطفل بيشعر أنه أنا عم بلعب واتعلم طبعا هو ما راح يشعر بهي لكن نحن حنشوف بعد فترة أنه الطفل اكتسب كثير من المعلومات بينما أخذها بشكل غير تقليدي بوسائل مناسبة لعمر الطفل نعم. حتى بالنسبة لليافعين أو المراهقين أو اللي في مرحلة الثانوية تحديدا اللي هي تعتبر مرحلة مصيرية بالنسبة لي يعني بالنسبة للشباب أهمية أن يعطى الطالب يعني مساحة من الحرية في هذه الفترة صحيح. لأي درجة ممكن ترجع عليه بشكل إيجابي لذلك إحنا لما نتكلم مع الشباب يعني اليافعين واليافعات
هن عندهم قدرة أنه ينظموا أوقاتهم أكثر وبيعرفوا، فنحن دائما بننصحهم أنه ينظموا مواعيد دراستهم حتى لما يصلوا لوقت الامتحانات ما يكون هذا الوقت مضغوط بشكل يسبب لهم ملل. فهن يجعلوا دائما برنامج الدراسة متوازن كل السنة. طبعا كل ما كان برنامج الدراسة متوازن كل السنة كل ما رح يجدوا مساحة من الحرية والراحة والرفاهية أثناء دراستهم. يعني أحد المدربين كان يقول أنه هو بفترة دراسته ممكن يطلع يتمشى، ممكن يطلع يأكل وجبة برا، يشرب قهوة، يطلع مع رفقاته بأوقات محددة، لأنه هو عنده كان برنامج متواصل فعطاه المساحة من الحرية. كل ما نحن تركنا فترات متباعدة من الدراسة كل ما رح نضطر إنه نضغط، يعني نضغط وقت الدراسة. لذلك إحنا بنقدم دائما هاي النصائح للشباب والصبايا بأنه يعملوا برنامج متواصل لفترات حتى يقدروا بوقت الضغط وقت الامتحانات يكون في عندهم مساحة من يعني الحرية، أو ما نقول إنه شيء ما يصيبوا بالملل. وأكيد هون في ناحية يعني دائما نحن بنشوف يعني ممكن البنات بيقولك دائما البنت عندها قدرة إنه تقعد تدرس أكثر من الشاب. متركز أكتر. الشاب فورا بحب إنه يطلع من البيت، ما بيكتب وظائفه عادة، يعني بتقولك بكتفي بس فهو يتعامل مع طبيعة شخصيته ونمط شخصيته. يعني الأم أحيانا بتقلق بتقولك إنه ابني ما بيدرس ما بيقعد على وقت دراسة، مع ذلك هو ممكن يحصل علامات أكتر. يعني حلو كمان كتير نحن نزرع فيهم ونأكد إنه هي فترة، يعني هي فترة محددة أنت ورح تنتقل إلها. افضل ما انه نحن دائما تنتقل لهدفك. كثير احيانا الاهل بيقول لك، وهذا للاسف السائد جدا، انت شو ناقصك؟ كل شيء نحن مأمنين لك يا. لا، الموضوع مو موضوع، بالعكس احيانا ممكن يشعر بالاشباع انه انا عندي دروس خصوصيه، عندي مكتبي اللي بدي ادرس عليه، عندي كل شيء، ومع ذلك هو ما يدرس لانه هو شاعر في فراغ من الداخل، ما عنده دافع من الداخل. لا، تهيئة الهدف يلي هو بداخله ومساعدته للوصول لاهدافه وكيف يطبق برنامجه وكون انا داعم له. بس انا الام والاب دوره انا اجي اعطي ملاحظات وروح، لا انا معك، انا مساند لك، لا بشكل فيه افراط اني انا احمل عنك ولا اني انا بعيده، لا نحن سند لحتى تصل للهدف اللي انت بدك اياه. يعني شكرا جزيلا استاذه غصون حسون، الباحثه الاجتماعيه، على كل هذه المعلومات القيمه في هذا المضمار. اهلا فيك، الله يبارك.